برعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيمت مساء أمس منافسات بطولة البحرين والكويت الدولية للملاكمة والتي نظمها الاتحاد البحريني للملاكمة. وشهدت البطولة حضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إطلاق رؤية هادفة لدعم رياضة الملاكمة والتي تتضمن تشكيل فريق وطني قادر على المشاركة المشرفة في مختلف البطولات القارية والدولية والمنافسة على إحراز المزيد من الإنجازات للرياضة البحرينية. وضمن هذه الرؤية مشاركة الملاكمة البحرينية في أولمبياد طوكيو عام 2020 وتعزيز الحضور البحريني على خريطة الملاكمة العالمية. وأضاف سموه أن الثقة كبيرة بالمجلس البحريني للألعاب القتالية برئاسة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة في وضع الآليات والخطط الداعمة لرفع مستوى اتحادات الرياضات القتالية المنضوية تحت مظلة المجلس، لا سيما اتحاد الملاكمة، بما ينعكس إيجابا بالنهوض برياضة الملاكمة ودفعها لتكون على مستوى متقدم وتلبي تطلعاتنا لإحراز نتائج متميزة تضاف لسلسلة النتائج التي حققتها الرياضات القتالية للرياضة البحرينية. وقد أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالمستوى التنظيمي المتميز، كما أشاد سموه بالمستويات الكبيرة التي قدمها الملاكمون المشاركون في المنتخبين البحريني والكويتي في هذه البطولة، والذي انعكس بصورة واضحة على نجاح هذا الملتقى الرياضي، مقدرا سموه في الوقت ذاته جهود الاتحاد البحريني للملاكمة برئاسة السيد علي كازروني وطاقم العمل باللجنة المنظمة في الإعداد والتحضير لهذه البطولة.